لكم مساء تكونوا بألف خير وطبعا في الفيديو لكم بدي يعني بدي أقول لكم شيء. ليش نسيتوني؟ ليش ما بدكم تحطوا لايك؟ يعني انتم مريت بعام عامين وما هبط فيديو، يعني في مشاكل واشياء ما هبط فيديو. انتم يعني كتير دراسة، انا هي سنة سادسة وانا سنة سادسة، يعني الدراسة صعبة، يعني هناك مشاكل مهبط فيديوهات على خاطركم. اما انتم يعني انا لما مشيت راح اشوف يعني فيديوهات، لما ارى اي فيديو وفي الاخير لما ارى اي لايك وفي الاخير تحصل على بيتي لايك وفي الاخير تحصل على علامات كويسه يعني في الدراسه، لانه لان ما هبطنا فيديوهات يعني ما يلزم ان نفرق ما بين الفيديو او ما بين الدراسه، يعني الدراسة بتكون أهم وكتير وأحسن. اليوم فيديونا عن جولة بغرفتي، هناك الفيديو ما بيعرفه حد اسمه رحمة تي في بشرة تي في، رحمة تي في بشرة تي في. أرجوكم 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 اضغطوا على زر اللايك والسبسكرايب والشير والإشعارات والكومنت وهيك أشياء، ولا تنسوا تضغطوا على الجرس ليوصلكم أي فيديو بنزله. يلا يعني اي يوصلكم انتم قبل غيركم. يلا بنشوفوا الفيديو، ليتس جو. لنذهب الى الخزانات الملابس السحريه، نفتح نطاق الملابس نجدهم هيك. اول ملابس هناك، يعني نحن في الصيف يعني نلتردي في الصيف. اول ما نلقاو غاديكا يعني سيول دجي، يعني وجبن، يعني لا للشتاء قليل، يعني الشتاء بتلقى هيك يعني بيف. وبعد ياتي الطاق اللي بعده الكالسون، كالسون يعني كيف مثل هيك الجمر. مثل هيك نجده غاديك اجيب السورية مثل كتير. وهنا المراول يعني البونتاكور، البونتاكورات صيفية وجبات. وهون كلها ملابس، وهنا كلها ملابس نوم وصيف وخرج، يعني كلها يعني نوم لنوم ملابس نوم. نفتحوا الطاقة اللي من هناك، يعني يلا تعالوا بنشوفوا ليك. هون حاطين شي كتير كيوت وبيعطي نص غادي، يعني احنا زي ما غرفتنا باشياء هيك هيك كتير كيوت. يلا نمروا الى شيء ثاني، عنا في لتنظيف المنزل او اي شيء، او نلبسه لما اذهب الى المدرسه، لعرس او لاي شيء، لحفله زفاف. وهي ايه ايضا وما زلت مخبيه، يعني طفل شوف يعني هي بتشتري ملابسها كل من في لعيد ميلاد، لا في لانيفرسير، في زاد انيفرسير الحنة. وهيك جيلية، يعني ارتدي جيليات. وهيك فراغ نو اوكي، نتعدوا الى المرحلة الثانية، ليتس جو. التخت الجميل الرائع كثير مريح، يعني هوك فوق التخت، يعني هو تخت كتير طبيعي مثل الناس يعني بجميعها. عنا هيك فيه تصنيع، فيه فيها يعني مازال جديد، يعني فيه اسا شيء نضعه، يعني اي تصويره هون بتجي. هيك ايضا تتي حبيبي رؤيا، انا بحبها. ايه لا، وعنا يعني هيك بحط هذا العروسة تختي، كتير جميل ورائع رائع 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 كتير جميل. وبعدين اللي هو اجمل شيء اللي هو الحائط، ليك هون في الحائط، يعني بتعلق، بتستغل كتير اشياء احلى، بتستغل اشياء يعني بتاع امك، تكتب لها فعلا تاخذ ورقه وتكتب فيها رحمه اللي هو اسمي انا، تكتب فيها رحمه حب هشام اللي هو هشام مون بير، ورحمه حب عائده هي ماما، وتحطها فيه بتاع ملابس. هناك تاخذ مكان للورد وتضع فيه ورد. ها
وترسم شيء وتلونه وترسم شيء وتلونه وتلسقه ويوجد هيك عزيز اسم خالي. اسم اخويا الصغير وهيك رحمه اجودي هذا هديه هي على في عيد ميلادها هديت لي اياه شكرا كثير وعنا هيك ويلا لننتقل والله لننتقل الى المكتب ليتس جو لنبدا بتصويب لدينا في هذا يعني عندنا هذا خزانة صغيرة يعني بنفتح هيك وتكتب عليها اسمك وبنفتح بنجد من فوق حامل ستيلوات يعني كاسكوتش هناك فتروات وهناك اشياء افرادية اكسسوارات اسراري بخفان وهيك به مروا الى اول افين تحبيتي به للادراج افين يعني الادراج اللي ما نضع فيه شيء نضع فيه كتبنا واحلامنا هون نضعوا الكراس الكتب اللي ما بدنا اياها ولهنا يعني اضع ملصقاتي شوفوا هيدا الطوق بلصق شوف كثير كيوت يعني احلى هيدا كثير جميل هديت لك اياها صديقتها سلمى بالبيناتها هذا نضع في ملابس وننتقل الى ليتس جو الخزان الصغيرة جدا جدا ليتس جو انظروا هون في كتير اشياء راح اعرفكم اياها لهنا يعني بش نصلع شيء هيك ساك ونضع فيها من صلصال هيك يعني شو طعم فراولة خضر فراولة غليل شزر من الصلصال وهناك زريبة غرفة خروف زريبة الخروف هناك يعني شمعة صنعناها مع بعض صنعناها مع بعض هناك يعني بتبش طلع تصويرة وانا في المنزل ديك انا في المنزل وقت ديك وترسم زيادة اي منظر اسد وبتشري زيادة هايك يعني اللي يعجبني بشريه وهيدي الشاشور تاعتي انا بحبه كتير 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 انهم جميلوا في تصوير يعني اعز ولد خالة عندي ولد خالة عندي بحبه كتير كتير يعني ما صور قد بحبه يعني وهيك كان الفيديو وهيك كانت بيتي وجميلة كان ان عجبكم بترجيكم توصلوا ل 100,000 لايك لعملكم جولة في بيتنا يلا لكم باي اماكم سكسب راي عسل